يا حبيبي. نورتي بيتك يا نعسي. بس الله خليك اخويا معاك كده عشان صوته. ورايا. حاضر. مرتاح انت كده؟ مين؟ ناسي لازم الدرع ده يعني؟ لا مش لازم. الله يخليك. الله على عينيكي. الله على عينيكي. ده جرس الباب يا ناسي. لما يضرب الجرس ده روح تفتحها على طول من غير ما اقول لك. اجري بقى. دي شقة شمشون دي. ايه يا شقة شمشون ده؟ اندهشي لك يا بنت. ايه؟ اندهشي لك يا بنت. ابو الشمس انت فين يا راجل؟ انت فين ما تفتحش من ايام الخناقة؟ اعرفك المدام. مدام؟ انا مكرمك كده لا. مدام؟ دي مدام؟ مدام ايه؟ نعش متجوز نعش اسمك نعش نعش اهلا يا مدام نعش. طب لما دي المدام امال التاني عملت فيها ايه؟ بومبا. يعني الكلام اللي اتقال صح؟ صح. شيل الحاجات دي جوه يا نعش. امرك يا سي شمشو. امرك يا سي شمشو. هايل يا شمسون هايل. ده حاجة. وهتعمل ايه مع ابوها بتاع السمك اللي له حاجة عندنا يجي يشيلها؟ احنا من النهاردة ندي اوامر وبس. شوف دي ما تقعدي يا ناس. ما يصحش ابعد وحضرتك واقف يا سي شمسون. واكتب الله لا يمكن. واكتب الله لا يمكن. جبتها منين دي؟ من بلد لسه فاكره ان سعد زغلول عايش وان الانجليز لسه محتلين مصر. يعني دي من ايام الانجليز؟ من ايام اللورد كرومر. كرومر. ايه عايزه ايه؟ عشان اتعفر في يدي. تعفر في يدي؟ انا بحلم يا ناس. يا ناس في نسوان كده يا خلي الله. هات التطوير اللي هنا يا ناس. الاح؟ على الترابيزه الاح. الاح؟ الطبق اللي على الترابيزه الصغير. عشان ما انساش انا. انا جاي لك مخصوص عشان تجي لي نكمل المشروع بسرعه. ها؟ ان شاء الله. وعموما عازمك انت والمدام في النادي حفله كده عشان التعارف. مرات انا هتتعرف على المدام دي؟ ايوه احلى. البي ماشي هتعملي ايه؟ افتح الباب يطلع من الباب في الباب ووش. لا روح انت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجه تانيه لاخوك. صدقني اخر واحده انا حاجز من شهرين. هذا غلينا. وطيب السلام عليكم. انا بقى اوعى تنسى. السلام عليكم.